تحت عنوان الأطراف الصناعية واقع وآفاق، عقدت الرابطة السورية للطب الفيزيائي وإعادة التأهيل مؤتمرها العلمي الخامس برعاية نقابة أطباء سوريا في مشفى الأسد الجامعي بدمشق. بالتعاون بين كافة القطاعات تم التوصل إلى الأطراف الذكية التي تزرع للكثير من المرضى نتيجة الإصابات الكثيرة ونتيجة الحرب الظالمة التي فرضت على سوريا، فزاد عدد الحالات، فمما استدعى أو استوجب زيادة الاهتمام في هذا المجال وتطويره، وبالتعاون مع الرابطة السورية للطب الفيزيائي وإعادة التأهيل والقطاعات الأخرى. الرابطة السورية للطب الفيزيائي وإعادة التأهيل رجعت تتزاول نشاطها العلمي هلأ حالياً، ونظر لأهمية موضوع الأطراف الاصطناعية وخدمات إعادة التأهيل اللي عم نقدمها مؤسساتنا للجرحى وللأشخاص ذوي الأطراف المبتورة، فارتقينا أنه يكون موضوع المؤتمر هو الأطراف الصناعية للنهوض بواقع لحتى نطورها ونطور الخدمات اللي عم تتقدم للأشخاص. مثل ما بنعرف كلنا، بسبب ظروف الحرب السيئة على الشعب السوري كتير ناس تعرضت لأذيات، اضطرت أنه يصير في عندها بتر. هاي الشيء بتتطلب خدمات نوعية، مثل ما شفنا نحن الفترة الماضية في كتير ناس عم تشكي من نوعية الطرف أو الخدمة بذاتها، فارتقينا يكون المؤتمر نوعي عن خدمة الأطراف الاصطناعية. يأتي احتضان هذا المؤتمر في مجال العلاج الفيزيائي، بعرفوا الأزمة والحرب الظالمة التي تشن على سوريا خلفت العديد من الإصابات في مجال الجراحة العظمية، كثير من البتور في مجال الأطراف العلوية والأطراف السفلية. يأتي موضوع تأهيل المريض الجريح والعناية بالمريض الجريح في أولويات الجهات الطبية الحكومية وعلى رأس وزارة التعليم العالي. المؤتمر ضم معرضا لأحدث الأجهزة الطبية في مجال الأطراف الاصطناعية، ويأتي كخطوة رديفة في مسيرة العلم التي لم تتوقف عجلتها يوما في سوريا.